ومتابعة لإطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية قبالة السواحل الشرقية لكوريا الجنوبية. معنا من طوكيو كبير الباحثين في منتدى اليابان للدراسات الاستراتيجية ساتورو ناغاو. سيد ساتورو، كيف يمكن قراءة هذه الرسائل التي تأتي تزامنا وتستبق عشية المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية وزيارة كامالا هاريس إلى سول؟ شكرا جزيلا على استضافتي. هذه تجارب مهم جدا قامت بها كوريا الشمالية. نعرف أن أجرت كوريا الشمالية 19 تجربة للصواريخ خلال العام الجاري، ونعرف أن بيونغ يانغ تعمل على تطوير العديد من الصواريخ. وفي هذه الحال نعرف أنها أطلقت نوعا من الصواريخ التي طورتها روسيا والتي حسنتها كوريا الشمالية، ونعرف الآن أن هذه الصواريخ تمثل تهديدا للقوات الأمريكية والجنوب كوريا. ونعرف الآن أن هذه التجربة لتطوير هذا السلاح، ولكن في الوقت عينه نعرف أن هذه التجارب تملك رسالة سياسية ضد التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وبالتالي أطلقت كوريا الشمالية هذا الصاروخ في هذا الوقت بالذات. هذه التجارب التي كانت توقفت عام 2017، استئناف اليوم تطوير هذه الصواريخ وأيضا التجارب في المياه الإقليمية، أي رسائل اليوم تتلقاها سول، وكيف يمكن أن يكون الرد الكوري الجنوبي بعيدا عن زيارة كامالا هاريس، الموقف الأمريكي والمناورات الأمريكية الكورية الجنوبية؟ سيد ساتورو. علينا أن نفهم الرسالة التي تحاول بعثها كوريا الشمالية، ولكن علينا أن نفهم ما هو السياق الذي تنطلق منه هذه الدولة. بإمكاننا أن نفهم ما هي نقاط القوة في بيونغ يانغ، تملك أسلحة نووية وتملك الصواريخ البالستية، ولكن باستثناء ذلك لا تملك كوريا الشمالية أي شيء. وما من نقاط الإيجابية للنظام المحلي؟ بالتالي على كوريا الشمالية أن تظهر قوتها العسكرية أمام العالم، وبدون ذلك يمكن للعالم أن يغض النظر عن بيونغ يانغ وأن ينسى أين هي على الخريطة. بالتالي تشعر كوريا الشمالية إلى إجراء هذه التجارب، وذلك ليلقى النظر عليها ولتسلط الضوء عليها. نعرف أنه سيجرى تدريبات مشتركة بين القوات الأمريكية والجنوب كوريا في البحر، وهناك زيارة لنائب الوزير الأمريكية، وبالتالي هذه هي رسالة كوريا الشمالية، أي يجب ألا تنتسى عن الخريطة. ولكن يعني كان هنالك عرض من كوريا الجنوبية على جارتها الشمالية بإجراء مفاوضات، تبددت كل هذه الوساطة، ما مصير هذه المفاوضات أمام كل الاستفزازات التي تقدم عليها بيونغ يانغ؟ حاليا نعرف أن كوريا الجنوبية تعمل على تحسين تدريباتها وسياستها العسكرية. إذن في حال اعتدت كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية، ستتمكن كوريا من استخدام قدراتها الدفاعية لتدمير الأسلحة الكورية الشمالية. لذلك يتم العمل على تغيير العتاد العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ولكن نعرف أن كوريا الشمالية تعمل على تحسين صواريخها، ولكن يمكن لكوريا الجنوبية تدمير هذه الأسلحة. بالتالي نعرف أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية مقلق جدا، ويجب على كوريا الشمالية أن تظهر قدراتها العسكرية، ولكن ذلك يعتمد عفوا على العتاد العسكري التي تملكه. ونعرف أن
كوريا الشمالية تتمتع بأسلحة متطورة جديدة وتعمل على تطويرها، وذلك لتظهر بأنها قوية وبأنها لا تزال موجودة على الخريطة وبأنه يجب ألا ينساها أحد. الرئيس الكوري الجنوبي كان قبل نحو شهر قدم عرض بمساعدات ضخمة مالية وغذائية واقتصادية لجارته الشمالية، ولكن جاء الرفض. هنا تسقط كل المبادرات الكورية الجنوبية للمقايضة بتقديم هذه المساعدات مقابل تخلي بيونغ يانغ عن الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي؟ أعتقد أن بيونغ يانغ ستستمر بإجراء تجارب للأسلحة التي تملكها، وذلك لأن كوريا الشمالية تتعاون مع كل من الصين وروسيا أمام الأمم المتحدة. نعرف أن كوريا الجنوبية تعمل مع اليابان وغيرها، وليس بإمكانها فرض عقوبات قوية جدا ضد كوريا الشمالية. ونعرف أيضا أن الأمم المتحدة كان قد فرضت بعض العقوبات على كوريا الشمالية، ولكن هذه العقوبات ليست بكافية لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن تجربها النووية وبرنامجها الباليستي. وبالتالي تستمر بيونغ يانغ بإجراء هذه التجارب في البحر، وفي ظل ذلك ليس بإمكاننا توقع من بيونغ يانغ أن تنهي أو توقف تجاربها الباليستية، ويوجد احتمال مرتفع جدا بأن كوريا الشمالية تعمل أيضا على تجارب تتعلق بالغواصات وبغيرها من الأسلحة الباليستية. وفي المستقبل القريب سنرى أيضا تجارب متجددة لتقوم بها بيونغ يانغ لأسلحتها. ساتورو ناغاو كبير الباحثين في منتدى اليابان للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من العاصمة اليابانية طوكيو، شكرا لك.